عايزين نقرا المشهد والاجواء هناك. خلينا نروح لزميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي المتواجد هناك كمان في المملكه. يا عويس، صباح الهنا عليك في البدايه. طبعا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وان شاء الله كده ربنا يكرمنا يوم الجمعه ونقدر نكسب. بس يا رب. عايز اقول حاجه، يعني خلي الناس تتعامل مع بطولات السوبر وكاس العالم للانديه على ان هي مكافاه من لبطل. انت رايح هناك تلعب كبطل، مش رايح تشارك كضيف او حاجه، انت بطل قارتك. فهي بطوله مكافآت لأبطال القارات، يعني الأهلي بطل قارته، أوكلاند سيتي، خلينا باستثناء أوكلاند سيتي، يعني اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فكل اللي جاي هو بطل قارته. فهي بطولة بتجمع أبطال القارات، ونتعامل مع الموضوع على إنه احتفالية، لأنه أنا شايف ضغط عصبي كبير جدا على جمهور الأهلي وضغط عصبي على اللعيبة، فلازم نفك فكرة الضغط دي ونتعامل مع الأمر بهدوء شوية. لا المكسب هيزود اسم النادي الاهلي ولا الخساره هتقل من النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير وقوي، وهو تقريبا الزعيم في كل الموجودين. بص يا عويس، طبعا بتفق معاك، الضغط على اي لاعب دلوقتي في الفترات اللي بتبقى كريتيكال كده او حساسه بيبقى مش مطلوب، ولكن خليني اكون معاك برضو. لا، الجماهير من تعطشها للفوز في البطوله دي تحديدا، ولان النادي الاهلي هو اللي خلى يبقى فيه يعني سقف توقعات اعلى كل موسم وكل سنه بيشارك، والبطوله دي تحديدا بنتكلم كمان تاسع مره مشاركه الاهلي، ودي حاجه غير مسبوقه عربيا. فلا، الجماهير الاهلاويه عايزه يبقى في نتيجه مختلفه. خدنا ثالث عالم وخدنا رابع عالم، عايزين نوصل للفاينل. الاخطاء الصغيره يمكن المتكرره معانا في المباريات اللي فاتت نفسهم ان هي لا تكرر مره ثانيه، فيمكن القلق جاي من هنا، ان انا مش عايز يبقى في اي اهدار لاي فرصه، لان ده ممكن يؤثر على النتيجه ويخسرني حاجه انا في غنى عنها، ان انا ما اخسرهاش يعني، او خساره انا مش محتاجها اصلا يعني. فاهم قصدي يا عويس؟ فلا، من حقنا شويه يبقى عندنا شويه قلق احنا كجماهير. هل الكلام اللي انا بقوله، انا عايزه بس الصوت يعني يعلى شويه يا جماعه بعد اذنكم، انت سامع كويس؟ لا خالص. خلوا الصوت عندنا يعلى شويه بعد اذنكم، اتفضل يا عويس. الكلام اللي انا بقوله، مش متعارض مع اللي انت بتقوليه. انا بقول نهدأ ونوصل هدوءنا ده لجوهرنا، ان الاهلي فريق كبير. حاله الخوف اللي موجوده من جماهير الاتحاد السعودي انا لبستها امبارح وانا في الملعب، خايفين جدا من النادي الاهلي، مع يعني طول الوقت عاملين حساب لفريقنا، لانه في الاخر ده النادي الاهلي. صحيح. يعني انا لانه جده هي معقل فريق اتحاد جده، فجمهور الاتحاد هنا موجود تقريبا نص جمهور الكوره في جده بيشجع اتحاد جده، فاحنا بنقابلهم في كل حته. هم لا خايفين من النادي الاهلي، وخلينا نقول انه الاهلي فريق كبير. النادي الاهلي طبعا للسنه الرابعه على التوالي في اربع بلاد عربيه واربع مدن عربيه بيشارك. الاهلي في 2020 كان في الدوحه، الاهلي في 2021 كان في ابو ظبي، الاهلي في بطوله 2022 كان في الرباط في المغرب، الاهلي النهارده في جده. الحقيقه ده انجازات لازم كلنا كاهلاويه نفخر بيها. الاهلي تاسع مره في كاس العالم للانديه باستثناء اوكلاند سيتي، لانه فريق بيمثل فريق وحيد بيمثل القاره، هو بيلعب لوحده تقريبا في القاره. فالاهلي هو الفريق الوحيد في العالم اللي عنده كل هذا الكم من المشاركات في كاس العالم للانديه، فكل ده فخر وانجازات للنادي الاهلي، مخليه كل اللي موجود في البطوله عامل له حساب. لانه لما نشوف كريم بنزيما بيقول ان مباراتنا امام الاهلي في كاس العالم للانديه اللي فاتت في الرباط كانت صعبه، فده فخر. انت بتلعب ريال مدريد، وريال مدريد بيقول مباراه صعبه. فايا كان فريق الاهلي هيقابله لازم يعمل حساب للاهلي. الاهلي فريق كبير، والاهلي بينزل اي مباراه بيدور على بطوله. الاجواء هنا، الفريق اتمرن امبارح، النادي الاهلي اتمرن امبارح، التمرينة كانت مفتوحة، واللعيبة روحها المعنوية عالية جدا. أعتقد أن الحضور الجماهيري لجمهور الأهلي في المباراة لن يقل بإذن الله عن 20,000. ناس كتير جدا جايين، ده اللي احنا متوقعين ومنتظرينه. بس أنا عايز أقف معاك يا عويس بعد إذنك، يعني ولو للحظات كده، عند اتحاد جدة، وبغض النظر عن نتيجة مباراة الأمس بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي اللي فاز فيها بثلاثية وشفنا سيطرة وهيمنة اتحاداوية إنجاز التعبير طبعًا، لكن تعالى نرجع لآخر كام ماتش ليهم في الدوري. مستواهم مش المعهود، يعني في برضه مش تذبذب، لا كان في تراجع حتى في المستوى. لكن في حالة بقى مشاركة اتحاد جدة في بطولة زي
كاس العالم للانديه، هل الحسابات بتختلف؟ يعني المشاركه في كاس العالم للانديه بيبقى لها حساباتها الخاصه ولا تعتمد باي حال على مؤشرات نتائج الدوري، ولا الوضع عامل ازاي؟ طبعا هو ماتش اوكلاند سيتي امبارح هو ماتش ما يتحسبش في حسابات ان احنا نقدر نحكم منه على مستوى اتحاد جده، هل هو اتحسن عن مبارياته الاخيره في الدوري واللي كان اخرها الهزيمه امام دمك 3-1؟ ما نقدرش نحسب، ولكن خلينا نقول انه في ترس كان مفقود في منظومه اتحاد جده بيرجع له في مباراه الدوليه، لانه مش متأيد في مباريات الدوري وهو نجمنا احمد حجازي. الحقيقه وجود احمد حجازي في الدفاع اتحاد جده فرق معاه كتير جدا في مباراه، في اخر مباراه لعبها في دوري ابطال اسيا، وفرق معاه امبارح. حجازي بيديلهم امان ورا فبيقدروا يتحركوا قدام براحتهم، والحال المنظومه الهجوميه عندهم رومارينيو وكريم بنزيما وحمد الله وكانتي وجوتا، منظومه قويه جدا، وفابينيو في خط الوسط، منظومه هجوميه قويه جدا. ولكن برضه في الاخر انا عندي ثقه في لعيبتنا وعندي ثقه في مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي انه هيقدروا يواجهوا ده ويقدروا يقدموا لنا مباراه. النتيجه في علم الغيب، النتيجه عند ربنا، وكل النتيجه دي قدر. الخساره مش نهايه العالم، ولا المكسب هيزود اسم الاهلي، اسم الاهلي كبير، ولكن احنا بس اللي بنأمله ان الفريق يأدي مباراه تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي، هو ده اللي احنا مستنيينه من لاعبتنا ومن فريقنا، لانه كل الشواهد هنا وكل الامور هنا بتقول انه كل الناس عامله حساب لحضور النادي الاهلي بطل افريقيا، بطل افريقيا 3 مرات في اخر 4 بطولات، بطل افريقيا 11 مره، الفريق الثاني في العالم اللي محقق القاب قاريه اكتر من مدريد. الحقيقه تاريخ نقعد بقى ممكن نقعد نتكلم فيه، لا هياخد وقت لو اتكلمنا بقى، ما فيش وقت لكل التاريخ طبعا. تاريخ محترم وتاريخ كبير جدا، ولسه المزيد ان شاء الله من البطولات اللي هتكتب تاريخ كمان جديد. لكن قبل ما نختم معاك برضو يا عويس، انا عارفه ان انت متواجد بحريص دايما تبقى موجود مع بعثه النادي الاهلي مهما يكون، وهتكون معاهم برضو طبعا في ابو ظبي والسوبر ان شاء الله، نقابلك هناك بقى لو قدرنا. بس خليني برضو اروح معاك لنقطه عشان نطمن الساده دلوقتي المتابعين، الأجواء إزاي هناك حاليا، الاستعدادات النفسية قبل الفنية، الجاهزية، هل مثلا برضو الشق اللي ليه علاقة شوية بمباراة أمس كولر هيشتغل على المباراة؟ أكيد كان في دراسة بتمعن للمباراة بالأمس، نقاط القوة والضعف، خصوصا أن أنت بتتكلم اتحاد جدة حاليا ليس الأفضل، يعني النتائج بتاعته قبل المشاركة بالأمس ما كانتش الأفضل إلى حد كبير، ومش بس بصراحة اتحاد جدة، كل الأندية المشاركة أو الفرق المشاركة ما كانتش عاملة أفضل نتائج قبل ما تشارك في البطولة، وده غريب جدا. حتى المان سيتي قبل آخر مباريتين كان برضو الأداء بتاعه والنتائج ليست الأفضل، فخلينا نروح معاك للشق ده عشان برضو نطمن منك، تفضل. طبعا أكيد الجهاز الفني للأهلي امبارح اتفرج على المباراة، امبارح حتى التمرين كان بدري قبل ميعاد مباراة اتحاد جدة أوكلاند سيتي، وأعتقد إن هم عارفين يعني مش هيستنوا مباراة أوكلاند أو هيستنوا المشاركة دي إن هم يقدروا يكونوا تابعوا وحكموا وعرفوا مفاتيح لعب وقدرات لعيب اتحاد جدة. المعسكر ممتاز، الأوتيل بينه وبين ملعب الجوهرة اللي هيتلعب عليه المباراة وبين ملعب التدريب يعني اللي هو جنب استاد الجوهرة بينه 3 دقايق تقريبا، يعني مفيش ما بين فندق الإقامة، فالحقيقة اللعيبة مركزة، كابتن خالد بيبو قافل عليهم، وان شاء الله ان شاء الله يعني يقدروا بقى يفرحوا الجمهور بعد شويه تذبذب نتائج في الفتره صحيح. الاخيره وانا طول الوقت بتفائل الحقيقه باللي هو ايه، لما يبقى عندنا كده فجاه النتائج ما بتتلوتش، فما بنيجي في حدث كبير صحيح. بنقدر ان شاء الله نحقق حاجه كبيره باذن الله. فاتمنى ان شاء الله ان يوم الجمعه يكون النادي الاهلي في مستواه، وان شاء الله يبقى لما ان شاء الله معاك مداخله يوم الاحد يكون بيستعد لمباراه السيمي فاينال امام فلومينينزي البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه باذن الله.